السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كبير السي كريبان بالثقه اللي كنديروا فيك وكبير بالامور اللي كتعرفوا كبير باي حاجه زوينه كاينه فيك نتايا عزك الله لله. ماشي كتطول علينا في المقدمه، بالعكس حنا متعطشين بحال هذوك المقدمات متعطشين لهم وكنبغيو نسمعوهم. حفظك الله. الله يرحم لك الوالدين. عندي واحد الرؤيه ديال الزوج ديالي يلاه كان توفى شي سميتو وانا نشوفه بحال مغير ما بغيش يتكلم معايا بحال ما بغيش يتكلم معايا ما شاء الله. وما ورغم ذلك انا معمرني ما تخاصمت معاه ولا كان بيناتنا نقاش ولا شي حاجه ولا هذه، وشفته بحال مغير ازمتني ديك الرؤيه ديالته. يا لله. والرؤيه الثانيه الله يحميك الوالدين وخا نطول عليك. الوالده ديالتي جرات لي بغات تحيد لي تقاشر لقاتني دايره واحد النقش ديال الحنه زوين وعجبني داك النقش في رجليا. نعم. والثالثه انا والولد ديالي مشينا للبحر وبحال غرقت بينا الطوموبيل وشويه وانا نلقى واحد الحاشيه من الحاشيه وانا ندوز ونقول لها الطريق ودوزنا من ديك الطريق ونجينا زعما كاينه. نعم. نجينا من هذيك الطريق. الحمد لله. خرجنا من هذيك الطريق. صافي هادو هما الرؤيات. الله يرحم لك الوالدين والله يجعل ربي اللي احنا خاصنا ندعيو معاك الله يجعل ربي ينور لك الطريق. امين يا رب يا كريم. والله يجعل ربي يدير لك نور في الوجه. اللهم امين يا احمد الرحيم. وقوه في البدن وبركه في العمر وسعه في الرزق. اللهم امين يا كريم. وجميع المسلمين. وجعلك نور لنا حنايا كنسمعوا منك بحال هاد الشهاده. الله يرحم لك الوالدين ودعي لي مع الزوج ديالي. الله يرحمه الله يوسع عليه الرحمات. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يرحمه الله يوسع عليه الرحمات. الله يرحم لكم الوالدين. الله يجعل ربي يستر لكم الامور ديالكم. اعزك الله لامينه. فنقول لأختنا أمينة بأن أولا إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فزوجك كتحسي بأنه مغير من جهتك ما باش يتكلم معك. أنا أتساءل ربما أنت قلت عمرك ما تخاصمتي معه، ولكن أتساءل ما هي علاقتك بأهله، يعني مع الحامات ديالك مع خواتاتو؟ ربما إذا كان شي غيار بينك وبينهم حاولي أنك تسرعي تصلحيه، أنك تزوريهم، لان بعض الناس كيموت الرجل بحال كنقطعوا الصله مع عائله الرجل مع العائله ديالو، فربما هو يحتاج في قبره انك تزوري العائله ديالو الا كانت محية او خواتاتو او خوتو، ما تقطعيش العائله. والولد ديالو حتى هو خليه يزورهم ويكون معهم مزيان وتصدقي عليه، هذا الزوج هذا تصدقي عليه ودعي معاه وان شاء الله تعالى غيبان لك في رؤيه مناميه بانه فرحان من هذا السلوك اللي قمتي به. كونك شفتي الرؤيه الثانيه للوالد ديالك حيدت لك تقاشر ولقيتي بان رجليك فيهم النقش ديال الحنه وعجباتك بزاف، هذه بشاره بان الحياه ديالك غتكون فيها احداث سعيده، احداث سعيده جدا، لان الحنه معناها فرح وسرور، ولكن النقش غيكون فرح بالتاويل ديالو، غيكون داك الشيء مبارك باذن الله. ربما تقدر تكون إلا كنت مازال باقا صغيرة يقدر ربي يكتب لك زوج ثاني، ربما أن الولد ديالك إن شاء الله يكبر ويتقوا الله زوجة صالحة وتعيشي معها حياة طيبة ويعوضك الله في زوجك. المهم أن حدث سعيد جاي في الطريق، طلبي الله تعالى داك الشيء اللي يريحك هو غادي يكون بإذن الله. أما كتشوف الرؤية الثالثة، أنت الوليد ديالك غادي في البحر ورقت بكم السيارة، الله يحفظ لله، هذا مكروه أو متاعب في الحياة. أكيد المرأة المتوفى عنها زوجها وخلى لها وليدات أكيد أنها مضربة مع الزمان وأنها قد يكثر عليها القيل والقال، وهذا هو البحر والسيارة هي الحياة. لكن مشيتي في الحاشية غير تجنبي كلام الناس وما تخافيش، وفي الأخر قلتي بأن نجينا وفعلا غتنجاو بإذن الله، نجنب كلام الناس ما نديها فيه ونكثر من الصدقة. لاش تشي رؤية مخيفة، نصدق الله تعالى كيحميني من المصائب والقدر يبدل بأفضل منه بإذن الله تعالى.
ولالا أمينة كتمنوا لك حظا سعيدا، أسأل الله تعالى أن يجمع شملك ويحفظ لك ولدك ويشافي أمك ويسعدك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.